الله الرحمن الرحيم. بعد ما خلصنا موضوع المحددات النهاردة إن شاء الله بنبدأ في موضوع المصفوفات. طبعاً إحنا خدنا فكرة عن المصفوفات في سنة أولى ثانوي، وهنراجع مع بعض برضو بعض المصفوفات كده قبل ما نبدأ الشغل المهم بتاعنا بتاع سنة ثالثة السنة دي إن شاء الله. الأول بنقول المصفوفة المكونة من ميم صف ونون عمود بتكتب على الصورة ميم في نون، وبنقول عليها هي على النظم ميم في نون، يعني ميم صف ونون عمود. أول ده بالنسبة للمصفوفات. نتكلم عن بعض المصفوفات الخاصة النهاردة إن شاء الله. أول مصفوفة من المصفوفات الخاصة اللي احنا بنسميها المصفوفة المربعة. يبقى أول مصفوفة عندي النهاردة إن شاء الله بتكلم عنها اللي هي المصفوفة المربعة. المصفوفة المربعة اللي هي يكون فيها عدد الصفوف مساوي لعدد الأعمدة. زي على سبيل المثال لما اجي اقول كده 2 3 0 سالب 1، ادي مصفوفة على النظم اللي هو بيقول عليها 2 في 2، يعني صفين وعمودين. او ممكن نقول المصفوفة اللي هي بقول 3 1 2 4 سالب 1 5 6 2 4، دي مصفوفة برضو بنسميها مصفوفة مربعة، بيكون فيها عدد الصفوف مساوي لعدد الأعمدة، فدي بتكون مصفوفة على النظم اللي احنا بنقول عليه 3 في 3، يعني 3 صف و 3 عمود. دي أول مصفوفة من المصفوفات اللي احنا اتعرفنا عليها في المراحل السابقة وبنفكرك بيها تاني النهاردة إن شاء الله. بعد كده بنتكلم عن المصفوفة الصفرية. بتكلم عن المصفوفة الصفرية. المصفوفة الصفرية يا أولاد اللي هي جميع عناصرها بتبقى أصفار، زي ما نعمل كده لما أجي أقول هنا صفر 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 صفر، أهي دي اسمها مصفوفة صفرية. طيب لما أجي أقول كده مع بعض كده، لما أقول صفر 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 أهو، أهي دي برضه اسمها مصفوفة صفرية. لما أحب أجيب النظم بتاع المصفوفة الأولانية هتبقى عبارة عن 2 في 2، ودي هتبقى عبارة عن 2 في 3. ده بالنسبة للمصفوفة الصفرية. نيجي نتكلم بعد كده على نوع ثالث من المصفوفات اللي هي بنقول عليها المصفوفة القطرية. المصفوفة القطرية دي المصفوفة القطرية. المصفوفة القطرية اللي هي بيكون فيها عناصر القطر الرئيسي، المصفوفة كلها أصفار ما عدا عناصر القطر الرئيسي، على الأقل عنصر واحد فيها لا يساوي الصفر. يبقى المصفوفة القطرية، ندي مثال كده، كل عناصر القطر الرئيسي ده على الأقل واحد منهم ما يساويش الصفر، لما أجي أقول 2 1 0، وبقيت هنا كده عندي العناصر هنا كده كلها أصفار. يبقى دي بنقول عليها مصفوفة قطرية. المصفوفة القطرية اللي احنا قلنا مصفوفة طبعا أصلها مصفوفة مربعة، مصفوفة مربعة بس أحد عناصر القطر الرئيسي هنا لا يساوي الصفر. بعد كده بنيجي نتكلم عن مصفوفة الوحدة. لما اتكلم عن مصفوفة الوحدة، مصفوفة الوحدة اللي عندي اللي هي بيكون جميع عناصرها أصفار ما عدا القطر الرئيسي اللي عندي بيبقى واحد كده. يبقى هنا عندي واحد واحد واحد، وهنا كده أصفار أهو كده أهو، دي اسمها مصفوفة الوحدة. مصفوفة الوحدة يعني القطر الرئيسي بتاعي كده كله واحد، وبقيت العناصر كده كلها أصفار. تعالوا نشوف كمان مصفوفة لما أجي أعمل كده، أقول هنا كده واحد واحد وهنا صفر صفر، يبقى دي برضه اسمها مصفوفة الإيه؟ الوحدة. يبقى اتعرفنا دلوقتي على مصفوفة الوحدة، اتعرفنا عن المصفوفة القطرية، اتعرفنا على
المصفوفة المربعة اتعرفنا على المصفوفة الصفرية اللي هي جميع عناصرها أصفر. تعالوا بقى نتكلم على حاجة تانية. دلوقتي هنتكلم مع بعض عن نوعين من المصفوفة. في عندي مصفوفة اسمها مصفوفة متماثلة. مصفوفة متماثلة. المصفوفة المتماثلة المصفوفة المتماثلة. المصفوفة المتماثلة فيها المصفوفة نفسها بتساوي مدور المصفوفة. زي ايه؟ زي ما اجي اقول هنا المصفوفة ألف دي بتساوي عندي مثلا على سبيل المثال حاجة اقول هنا 2 سالب 1 كده 3 وهنا كده سالب 1 0 4 وهنا 3 4 5 دي مصفوفة. طيب لما اجي اقول مدور المصفوفة الالف مد اللي عندي هتلاقيها هي نفسها 2 سالب 1 3 وهنا سالب 1 0 4 و 3 4 5 3 4 اهو. لاحظ كده ان عناصر المصفوفة الف كلها هي نفسها متساوي نفس العناصر بتاع مدور المصفوفة الف. اذا كانت الف بتساوي الف مد يبقى معناها كده ان المصفوفة دي بسميها مصفوفة متماثلة. يعني الف اهو بتساوي الف مد يبقى في الحالة اللي قدامي كده يعني مدور المصفوفة. يعني لو انت جبت كده عناصر الصف الاول ده وعملتها عمود اول، عناصر الصف التالي عملتها عمود تاني، عناصر الصف التالت عملتها عمود تاني، يبقى انا كده جبت مدور المصفوفة. فبصيت لهم كده لقيت هم دول بالظبط، يبقى معناها كده المصفوفة ألف بتساوي ألف مد، يبقى معناها دي مصفوفة متماثلة. ممكن يجي لي سؤال بسيط اختيار من متعدد، يقول لي أي المصفوفات الآتية متماثلة؟ وأنا أبص للمصفوفات اللي موجودة كلها، لو كان ألف بتساوي ألف مد، يبقى أنا بسميها مصفوفة متماثلة. طيب ايه المصفوفة الثانية؟ المصفوفة شبه المتماثلة. لما اجي اقول كده المصفوفة شبه المتماثلة، المصفوفة شبه المتماثلة بيكون فيها الالف بتساوي سالب الف مد. يعني نفس عناصر المصفوفة بالظبط ولكن هنا مسبوقة بإشارة سالبة. زي ما اجي اقول كده مثال، لو عندي ألف بتساوي صفر واحد سالب ثلاثة وهنا سالب واحد كده صفر سالب أربعة وهنا عندي كده ثلاثة أربعة كده صفر. طيب هات لي كده ألف مد اللي عندي، الألف مد اللي هنا بتساوي عندي هنا كده صفر واحد سالب ثلاثة وهنا سالب واحد صفر كده سالب أربعة وهنا عندي كده ثلاثة أربعة صفر. تعالوا كده نتفرج على المصفوفتين دول. الله، ايه اللي حصل؟ ده لو انا خدت من هنا من الصف الاول ومن الصف الثاني ومن الصف الثالث عامل مشترك اشاره سالب واحد، هيبقى لما اخد من هنا سالب واحد مشترك اهو، لما اخد عنصر مشترك باخده من جميع عناصر المجموعه. لما اخد من هنا سالب واحد هيبقى دي واحد ودي سالب ثلاثه، لقيت دي واحد ودي سالب ثلاثه. لما اخد من هنا السالب مشترك هيبقى دي سالب واحد وسالب اربعة زي ما انا شايف هنا كده. لما اجي اخد من هنا سالب مشترك هيبقى عندي ثلاثة واربعة. الله، يبقى معنى الكلام ده هنا ان الالف بتساوي سالب الف مد. يعني احنا لو خدنا من دي كلها اشارة سالب بره مشترك هتطلع المصفوفة الف اللي قدام. يبقى هنا الف بتساوي سالب الف مد، عشان كده سميناها كده مصفوفة شبه متماثلة. يبقى احنا اتعرفنا على دلوقتي نوعين من انواع المصفوفات. المصفوفه المتماثله فيها الف بتساوي الف مد، والمصفوفه شبه المتماثله فيها الف بتساوي سالب الف مد. بعد ما اتعرفت في الاول على المصفوفه المربعه اللي فيها عامل عناصر بيساوي عامل صفوف، بعد كده اتعرفنا على المصفوفه الصفريه اللي كل عناصرها اصفار، بعد كده اتعرفنا على المصفوفه القطريه اللي فيها المصفوفه كلها اصفار ما عدا عناصر القطر الرئيسي احدهم على الاقل هنا لا يساوي الصفر، وتعرفت على مصفوفه الوحده اللي هي كان القطر الرئيسي بتاعنا كله هنا وحدات،
وبقيه العناصر كلها اصفر. اتعرفنا على المصفوفه المتماثله والمصفوفه شبه الايه المتماثله. وخد بالك في ملاحظه هنا حلوه قوي، في المصفوفه الشبه متماثله بتجد ان عناصر القطر الرئيسي كلها اصفار. تمام، ده اول جزء بفكرتك بس في الايه في بعض الحاجات المهمه اللي موجوده عندنا. تعال نتفرج مع بعض دلوقتي على بعض الخواص لكيفيه ضرب المصفوفات، وفي نفس الوقت بعض خواص الجمع على المصفوفات وخواص الضرب في المصفوفات، ونشوف كده مع بعض نفتكر كده مع بعض. الاول حاجه من العمليات، انا هتكلم دلوقتي عن موضوع بتكلم عن العمليات على المصفوفه، على المصفوفات من ضمن العمليات مقصود بها عمليه الجمع وعمليه الضرب. الاول عند ضرب اي عدد حقيقي في مصفوفه، عدد حقيقي لا يساوي الصفر، نضربه في جميع عناصر المصفوفه، والكلام ده كلنا عرفناه قبل كده. عشان اجمع مصفوفتين، عشان اجمع اي مصفوفتين لازم تكون على نفس النظم، واجمع في الحاله دي كل عنصر مع نظير من المصفوفه الاولى على نظيره من المصفوفه الثانيه. طيب عشان نضرب مصفوفتين في بعض يبقى يجب ان تكون عدد اعمده المصفوفه الاولى بتساوي عدد صفوف المصفوفه الثانيه. يعني مثلا لو عندي مصفوفه الف اهي، المصفوفه الف دي على النظم اللي عندي، النظم بتاعنا مثلا كان 3 في 2 على سبيل المثال، وعندي مصفوفه ثانيه هنا كده ب على النظم، نقول كده مصفوفه ب دي عباره على النظم اللي عندي بتاعها، يبقى معنا مثلا 2 في 3. طالما على اعمده المصفوفه لو طبعا ده ترمز الى الصف ودي ترمز الى العمود، عدد أعمدة المصفوفة الأولى بتساوي عدد صفوف الأعمدة الثانية، يبقى يمكن إيجاد ضرب المصفوفتين، يعني عملية الضرب الألف في ب ممكنة، وفي الحالة دي الناتج هيكون على النظم اللي عندي اللي هو 3 في 3، هيبقى 3 في كام؟ في 3. يبقى هنا دي عملية إزاي نعرف نضرب مصفوفتين، يبقى دي ممكنة. إنما لو لقيت عندي مصفوفة ألف كانت عبارة عن هنا على النظم 3 في 2، ولو كان عندي هنا كده كمان ب اهي، خلينا هنا كده ب دي على النظم كده 2 في 2، هل عمل ب في ألف دي ممكنة ولا غير ممكنة؟ لما أجي أشوف هنا عدد الأعمدة في المصفوفة الثانية 2، لكن عدد الصفوف هنا هل ده يساوي ده؟ لا، يبقى دي كده اصبحت عمليه غير ممكنه. ده بالنسبه لعمليه ضرب المصفوفات. يبقى لو كان عدد صفوف اعمده المصفوفه الاولى بيساوي عدد صفوف المصفوفه الثانيه، يبقى يمكن ضرب المصفوفتين والناتج هيكون عباره عن مصفوفه 3 في 3. هنشوف طبعا الكلام ده كله واحنا بنشتغل دلوقتي ان شاء الله. بالنسبه من ضمن خواص بقى عملية الجمع، خواص عملية الجمع، هنقول عندي ألف زائد ب بتساوي ب زائد ألف، طبعًا بس عندي شروط أساسية إن لازم تكون المصفوفات اللي أنا بشتغل عليها دي كلها على نفس النظم، يعني لو ألف دي كانت 2 في 2 يبقى لازم ب 2 في 2، دي 2 في 3 يبقى دي 2 في 3، عشان أنا هجمع كل عنصر مع نظيره. طيب لو انا قلت عندي كده ألف زائد ب كده زائد ج، يبقى هتساوي برضه ألف زائد ب زائد ج اللي موجوده عندي بالشكل ده. يبقى هنا عمليه الجمع عمليه دامجه، واحنا فاكرين كلنا خواص بتاعتنا بتاع زمان كلها سواء في عمليه الجمع او الضرب الى اخره. طيب لما اجي اقول عندي المصفوفه الصفريه، ما تنساش لما اجي اقول عندي ألف زائد المصفوفه الصفريه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي قلنا كل عناصرها اصفار، كان رمزها اللي هو المستطيل الصغير ده، يبقى ألف زائد المصفوفه الصفريه بتساوي المصفوفه الصفريه زائد ألف اللي موجوده عندي، هيساوي نفس المصفوفه ألف اللي موجوده عندي. لما اجي اقول عندي ألف زائد سالب ألف، خد بالك سالب ألف يعني المعكوس الجمعي للمصفوفه ألف،
اللي هي دي على طول بيطلع لي المصفوفة الصفرية. وهنا بقى حاجة مهمة قوي اللي هي بنقول عليها ان الف زائد ب الكل مد، يعني مدور المصفوفة الف زائد ب بتساوي الف مد زائد ب مد. ودي مهمة جدا ناخد بالنا منها، عشان لما اجي اقول لك اوي الالف زائد ب مد يبقى انت من حقك تجيب الف مد زائد ب مد. ده بالنسبة لخواص عملية الجمع. تعالوا بقى لما نيجي نشوف بقى نراجع مع بعض كده برضو نشوف كده خواص عملية الضرب قبل ما ندخل بقى في المعكوس الضربي المصفوفة اللي هو أهم حاجة عندنا النهاردة إن شاء الله. لأول حاجة خواص الضرب، لما أجي أقول أ في ب لا يساوي ب في أ، يعني الضرب هنا في المعال المصفوفات غير إبدالي. إنما لما أجي أقول عندي كده أ في ب في ج كده بتساوي أ في ب في ج، يبقى هنا دي علاقة صحيحة، يبقى هنا عملية الضرب هنا عملية دامجة، بس بشرط تكون عمليات الضرب اللي عندي كلها ممكنة. لما اجي اقول أ في ب زائد ج، يبقى خاصية توزيع الضرب على الجمع معناها أ في ب زائد أ في ج. طيب لو كان الضرب عندي من جهة اليسار، بمعنى كده لما بقول ب زائد ج ب زائد ج في أ، يبقى بمشي بنفس الترتيب، يبقى معناها ب أ زائد ج أ، دي كده عملية الضرب. المهم بقى أو عندي الخاصية اللي جاية دي اللي هي أ في ب الكل مد، يبقى دي معناها ببدأ من الآخر، يبقى دي معناها ب مد مضروبة في أ مد. ودي خاصية من الخواص المهمة جدا اللي أنا بقول خد بالكم، عشان كده خليتهم لك في الآخر وبظبط الاتنين جنب بعض أهو. يبقى أ زائد ب مد معناها أ مد زائد ب مد، لكن أ في ب الكل مد، يبقى دي معناها ب مد في أ مد. ده شوية خواص كده على العمليات على المجموعات اللي هي عملية الجمع وعملية الضرب. تعالوا بقى هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بقى النهارده، ما تنساش، هنشوف كده مع بعض ازاي نعرف نجيب المعكوس الجمعي للمصفوفة. في ناس شطار بياخد باله كويس قوي وبيركز ازاي نعرف نجيب المعكوس الضربي للمصفوفة. المعكوس الجمعي طبعا تضرب في سالب واحد، انما المعكوس الضربي للمصفوفة اتنين. تعالى نتكلم الاول عن المصفوفة، المصفوفة اللي هي اتنين في اتنين. انا عاوز اجيب دلوقتي المعكوس الضربي للمصفوفة اتنين في اتنين. ناخد مثال صغير. المثال دوت لما اجي اقول لك كده عندي كده مصفوفة أ، مصفوفة تسميها أي حاجة بلاش نقول أ عشان هنحط فيها رمز أ. لما اجي اقول عندي مصفوفة مثلا س على سبيل المثال عناصرها أ هنا وب وج ود، أنا عاوز أجيب المعكوس الضربي لهذه المصفوفة. أول حاجة ما تنساش ان ازاي نجيب المصفوفه الملحقه، ملحقه بتاع زي ما كنا بنقول كده يعني على سبيل المثال. طيب فاكر في المحددات لما اقول لك اوجد العوامل اشارات العوامل الملحقه بتاعتنا، نفس الكلام هنا بقى لما اجي اجيب هنا المصفوفه الملحقه او مصفوفة الملحقة، المصفوفة هنقول عليها ايه؟ المصفوفة الملحقة. المصفوفة الملحقة دي انا هرمز لها بالرمز ميم او مصفوفة الملحقة. عشان نجيب المصفوفة الملحقة اللي عندي اهو هنعمل ايه؟ هجيب كل عنصر من دول اجيب الملحق بتاعه، مصفوفة الملاحقات بنسميها كده. لما حتى اجيب ملحق العنصر ألف بشطب الصف والعمود يبقى يطلع معايا د، بس ما تنساش ان الإشارة بتاعت هذا العنصر دايما موجبة، اللي بعده دي هنا سالبة،
اللي بعده هنا دي سالبة دي موجبة. ليه؟ عشان احنا بنقول مصفوفة الملاحقات، الملحقات لما احب انا اجيبها عندي بجيب العنصر ده العنصر الاول في الصف الاول، يعني كان عندي بقول ان الاشارات بتاعت مصفوفة الملاحقات سالب واحد اس ص زائد عين، يعني الصف والعمود ده العنصر الاول في الصف الاول، يبقى الصاد بواحد والعين بواحد، يبقى سالب واحد اس اتنين يبقى بيطلع عندي بواحد، يعني اشاره موجبه. بعكس العنصر ب اللي عندي ده، العنصر ب ده العنصر اللي هنا الثاني في الصف الاول، يبقى عندي كده الصاد بتاعتي بواحد والعين باتنين يبقى مجموعهم ثلاثه، سالب واحد اس ثلاثه بيطلع بالسالب. طب ده العنصر الاول في الصف الثاني، يعني الصف اللي هنا باتنين والعمود الاول، مش كده؟ يبقى ده معناه مجموع العنصرين دول هيبقى ثلاثة، سالب واحد اس ثلاثة هيديني هنا كده بالسالب، مش كده؟ ده العنصر الثاني في الصف الثاني، يعني هنا عندي سالب واحد اس اتنين زائد اتنين، يعني سالب واحد اس اربعة، يعني موجب. يبقى العنصر ده اشارته الملحقة بتاعته هتديني موجب، وده هيديني موجب، لكن دول هيدوني سواب. يبقى ما اجيب ملحق عندي الاول يبقى انا بشطب صف وعمود يطلع ده، لما اجيب ملحق العنصر الثاني ده اشطب صف وعمود يديني هنا سالب ج مش بالسالب، لما اجيب ملحق العنصر ج اشطب صف وعمود يديني ب بس قبله اشاره سالب، لما اجيب ملحق هنا اللي عندي الدال يبقى انا بشطب صف وعمود يديني هنا طبعا بالموجب يوم يديني الف. دي اسمها مصفوفه الملحقات. تعالي كده عندي كده، دي المصفوفة المرافقة، بنقول عليها الملحقات اللي هي بنسميها المصفوفة المرافقات. يعني أنا ممكن بدل كلمة الملاحقة دي هي الملحقة، لا أنا هنسميها مصفوفة اللي هي المرافقات عشان تبقى سهلة عليك، يعني مرافق العنصر ده، مرافق ده، مرافق ده، يبقى إحنا كده هنا أهو بنقول عليها ان دي مصفوفة المرافقات وبنرمز لها بالرمز مين. تعالوا كده مع بعض، ايه هنحن نلغي بقى الكلمة دي ونتعامل مع مصفوفة المرافقات على طول، دي اسمها مصفوفة المرافقات اللي برمز لها بالرمز. ايه اللي حصل؟ خد بالك معايا كده، انا بديلت دول مكان بعض، يبقى فوق دال وتحت الف، دول عندي بديلتهم مكان بعض وغيرت الاشارات، يبقى هنا يطلع هنا سالب ب وينزل تحت سالب ب، دي مصفوفه المرافقات اللي عندي. الله، طب انا عاوز دلوقتي اجيب المعكوس الضربي، المعكوس الضربي للمصفوفه. اتنين في المعكوس الضربي لو دي اسمها سين يبقى انا عاوز س اس سالب واحد، يبقى دي اسمها المصفوفة معكوس الضرب. الس اس سالب واحد بتساوي واحد على دلتا، في عندي كده عندي هنا في مصفوفة المرافق ده جبنا، احنا جبنا المرافقات اهو، هنجيب مدورها، يعني مين مد؟ هجيب مدور المصفوفة دي، او هنا عندي بنقول هدي هنسميها ميم لام مصفوفة الملاحقة. تعالى كده اما نشوف مع بعض، يبقى دي واحد على دلتا في ألف مال، يعني هنجيب مدور المصفوفة دي، لما اجيب مدور المصفوفة دي هنخلي الصف عمود، يبقى هنا د وهنا سالب ج، وهنا يبقى عندي كده سالب ب، وهنا كده عندي ألف. ايه اللي حصل في المصفوفة الملحقات بقى اللي عندي؟ ان انا بدل اصل المصفوفة ايه؟ بدلت دول يبقى فوق دال وتحت دال، وغير اشارة دول على طول، وده اللي انا عاوزك تحفظه على طول، ان انا عاوز اجيب انا عندي مصفوفة الملحقات على طول. الملحقات على طول اللي عندي يبقى واحد على دلتا، مين الدلتا دي؟ الدلتا دي اللي هي المحدد بتاع السين، اللي هي قيمة المحدد بتاع السين اللي موجود عندي ده، اللي هو عبارة عن حاصل ضرب القطر ده ناقص حاصل ضرب القطر اللي عندي ده كده، يبقى ده كده بنسميها المعكوس الضربي، وهندي أمثلة عليها كلها دلوقتي. يبقى عشان أجيب المعكوس الضربي أنا بعمل ثلاث حاجات، أو ممكن تختصرهم إنك تعمل حاجتين، يا إما تجيب مصفوفة المرافقات الأول، مصفوفة المرافقات لما تدورها
ها هتديني مصفوفة الملحقة. يبقى دي الملحقة اهي، فبنقول عليها دي سي مل او الف مل حسب المصفوف، حسب اسم المصفوفة اللي عندي. احنا كنا مسمينها سين، يعني احنا ممكن نسمي دي مكانها او في سين مل، او لو هي اسمها الف تبقى الف مل. ها اختصار، يبقى واحد على دلتا اللي هي قيمة المحدد في سين مل اللي هي دي، نبقى من تدوير المصفوفة. ولا انا عاوزك تعرفه على طول عشان تسهل على نفسك، ان انت عشان تجيب مصفوفة الملحقات تبدل دول مكان بعض وتغير اشارات القطر التاني ده، ودي تبقى اسهل حاجة عليك ان شاء الله. تعالوا مع بعض نشوف كده بعض الامثلة على المصفوفات اللي عندي دي، وازاي نعرف نجيب المعكوس الضربي للمصفوفة. ونشوف كده هنوصل ليه. في عندي الاول قبل ما نجيب المعكوس الضربي للمصفوفة، تعال نوجد مصفوفة المرافقات الاول، وبعدين نتكلم على، هتكلم الاول على المصفوفة. في مصفوفة اسمها المصفوفة المنفردة ومصفوفة غير منفردة. تعال كده مع بعض على جنب كده، هقول لك كده، هقول كده عندي المصفوفة المنفردة قبل ما ادي امثلة على المعكوس الضربي. لما اجي اقول كده المصفوفة اهو المنفردة اللي احنا ساعات بنسميها شاذة، في المصفوفة دي بيبقى الدلتا يعني قيمة المحدد بتاعها بيساوي صفر، ودي ملهاش معكوس ضربي. طيب المصفوفة الغير منفردة اللي بنقول عليها غير شاذة دي بيبقى فيها المحدد بتاعنا لا يساوي الصفر، ودي يبقى لها معكوس ضربي. تعالى نشوف كده مع بعض، هدي مثال صغير دلوقتي. اقول لك ايه، اوجد المعكوس الضربي للمصفوفة اللي قدامي. عاوز اجيب المعكوس الضربي لمصفوفة معينة، وبعد كده نتكلم على المصفوفات المنفردة والغير منفردة. هقول اوجد المعكوس الضربي، اوجد المعكوس الضربي للمصفوفة اهو الف مثلا مقوس معك، ما اقول اتنين تلاتة كده اربعة هنا سالب واحد. اوجد المعكوس الضربي للمصفوفة دي. اول حاجة لازم تعملها عشان تعرف المصفوفة دي، طبعا ممكن اقول لك الموجد، تشوف الأول هل المحدد بتاع هذه المصفوفة قيمته بتساوي صفر ولا قيمته بتساوي صفر، عشان أعرف هي لها معكوس ضربي ولا ملهاش. لو كانت هنا المحدد بتاعها بيساوي صفر يبقى دي ملهاش معكوس ضربي، لو كان المحدد اللي عندي هنا قيمته لا تساوي الصفر يبقى دي لها معكوس ضربي ونقدر نجيب. طيب أوي المعكوس الضربي للمصفوفة دي، يبقى المصفوفة معكوس الضرب أول حاجة هنحسب هنا عندي كده الدلتا، حاصل ضرب القطر ده ناقص حاصل ضرب القطر ده، كده 2 في 4 ب 8 ناقص كده سالب 3 يعني موجب 3 يعني 11. إذا هنا المحدد اللي عندي هنا عندي أو قيمة الدلتا بتساوي 11، يعني لا تساوي الصفر، يعني لها معكوس ضربي. طب عشان أجيب المعكوس الضربي بقول له إيه؟ بقول له ألف أس سالب 1 اللي موجودة عندي أهي، دي معناها 1 على دلتا أهي في ألف مال اللي هي بتساوي 1 على 11 في. ازاي نجيب بقى مصفوفة الملحقات اللي عندي؟ قلت ببدل دول، يبقى هنا كده عندي 4 وهنا 2 وبغير إشارة دول على طول، يبقى هنا 1 وهنا كده عندي سالب 3. ونكتفي النهارده بالجزء ده ونكمل إن شاء الله في الحلقة الثانية اللي جاية.